الله قد خينا بالشر الله يحفظ الحفظ الدين الله يجرب العالمين زين عقبته الله يجرب زين عقبته العاقبة زينة والسر بالعالمين الله يسهل عليه ما صعب الله يطيبينه بخيوته يطيب على طيبه تكون حليب وربي يبارك فيه إن شاء الله والله يجعله اللي راه باغيها عند ربي ربي إن شاء الله يوفق له بها يا عشاشات اللي بيا هذي الناس يا وتهدى وحدي إذا أصور ودي قندوز لا الفهمة والترياس يا شاول مرة أقرأ شبب من الهمة وصيفتو مفروق الناس يا لضياف وقام شغب ذهب جديد قام فيه التنحاس يا ومذوب غير فل ولب ويا در هادرة طيبة عند الجلايس واحد ولا يروح يكتب وابنك ما فيه زعل حديث الا فلايس ما يسعى في دوصيب يكسب شاول مرة اسرح ورجع حمايس ويبكر والنهار مغضب وشفتو روقاب عن وادر بالتبايس وين الصابع يروح يطلب وفي الدين قام عندوش السايس وعليه الدير بوع جاجب ومرة سرعت فيه مرة في الحبايس وما فعلوا شيء غير كلب واللي يقعد ربعين ما يخليش ترايس مظفر لزناد والمخالب كما إلى طال النهار يحمل المردايس نبدا التايقين يقلب عند الخيمة خاص اللي شافوا حارك زناد القرايس يحسب دخانها يثوب في وصم يا يهرس عظام وتهرايس عشات أمه عليه تندب عشات عاشي في مخنز لنفايس في الجيفة ما يكون هايب القرد يقاوسوه يا طيب التغنايس مثل الطنبور رقه يضرب يعملوا له قص قص وزبود وتنقايس يا مل بما الكيش شارب ما كيش أقلى مني إن كان خالو كسايس يا بالمال خاب الكهرباء يضرب أكبر اهلا خيي شوف خيي كيف دايرين الله قد خينا بالشر الله يحفظ الحفظ الدين الله يجرب العالمين زين عقبته الله يجرب زين عقبته العاقبه زينه والسر بالعالمين الله يسهل عليه ما صعب الله يطيبينه بخيوته يطيب على طيبه تكون حليب وربي يبارك فيه ان شاء الله والله يجعله اللي راه باغيها عند ربي ربي ان شاء الله يوفق له بها يا عشاشات اللي بيا هذي الناس يا وتهدى وحدي إذا أصور ودي قندوز لا الفهمة والترياس يا شاول مرة أقرأ شبب من الهمة وصيفتو مفروق العين